والآن كما تشاهدون أيها الأخوة الأخوات، يصل في هذه اللحظات ضيف البلاد الكريمة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة والوفد الرسمي المرافق لفخامته، وسيكون في مقدمة مستقبلي فخامته أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. وكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات في هذا النقل الحي والمباشر وصول فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة، وفي مقدمة مستقبلي فخامته أخي حضرتي صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. والآن يصافح فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، ومعالي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ومعالي الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني، وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وشيخ صباح الخالد الحمد الصباح النائب الأول رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وشيخ محمد الخالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ترحيبا بقدوم فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة والوفد الرسمي المرافق لفخامته، وترحيبا أيضا بمعالي كبار الشيوخ وكبار المسؤولين بالدولة في استقبال ضيف البلاد الكريمة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة. إذن أيها الأخوة والأخوات، وكما تشاهدون في هذا النقل الحي والمباشر بقدوم ووصول فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة، حيث يندرج لقاء الزعيمين ضمن سجل حافل من الزيارات واللقاءات الرسمية بين قادة البلدين على مدى سنوات مضت والتي رسخت أواصر العلاقات بين الجانبين على مختلف الصعد، وتأكيداً أيضاً لحرص الجانبين على استمرار التنسيق المشترك بشأن سبل التعامل مع التحديات التي تواجه المنطقة، وبهدف أيضاً تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة. العلاقات الكويتية التركية هي علاقات متطورة ينطلقان منها إلى آفاق المستقبل ونحو مزيد من التقدم والنماء والاستقرار لشعوب كلا البلدين. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات في هذه الصور الحية والمباشرة في مراسم استقبال ضيف البلاد الكريمة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة والوفد الرسمي المرافق لفخامته،
ويتجه سموه رعاه الله وضيفه أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة. في مراسم الاستقبال لفخامته